بقيت كنا في المحطة والطيارة حصلوا 3 نطة كده، والرابح كان طوالي بدا فجر. بقيت انزل طيارة فقط الغوزين عشان البالانسينج ذاته ما صح، فمنه بالمسافة زي كام 3 كيلو منه طوالي كان منفجر. مجرد ما طبعا جينا الطياره دي جات ماشيه، طبعا اصلا دي خط الطياره بيجبر فوق لان طبيعه. مجرد ما الطياره دي جات ماشيه جات حاطه في الوطن مره واحده مع المدرسه. احنا قلنا الطياره دي مالها ليه جات بالطريقه دي كده اصلا ما هي. المهم طلعنا من البيوت، مجرد ما طلعنا في بوكس كده ركبنا فيه اساسا طالعين، ركبنا البوكس هذول جينا ماشيين الطياره دي هبطت اول جاء خش على الحله، اخذ لفه زود اخذ لفه شالها برا من الحله قام حبطها مع الحفره دي. طبعا دقت اول ورا هناك بعض انفصل فصلتين. مجرد ما جينا اول جينا جارين كده طبعا لقينا نفرين مع الحفره هنا دي، لقينا نفرين طبعا جسوس واحد مربط، طبعا مربط قمنا قطعنا بحباله طلعناه، والثاني ده واقع جنب القفش جرينا برضه طلعناه برا خطينا. بعد ذاك طبعا احتصلنا طوال ما ناس الشرطه احتصلنا لهم برضه ناس المتاهه برضه احتصلنا لهم. بعد ذاك طبعا عمت النار كثيره وفي واحد تكبير بحل الجوا، قلنا نحاول نخش لها. طبعا النار ما في طريقه لنا، طبعا بقت نشال بقت عاليه علينا وحبطت النار علينا كثير ما قدرنا نتحصل عليه. ده الحصل. طيارة روسية الصم من طراز اليوشن 76 تتبع لشركة طيران الغرب قادمة من مطار الشارقة للخرطوم، وحصل ما حصل على بعد 10 أميال من مطار الخرطوم. المعلومة الأولية المتوفرة أنه هو أعلن عنده نقص في الوقود فيول شورت، وعليه he tried to avoid the inhabited areas اللي هم شايفين في حلة صغيرة كده، وقدر انه ممكن توبيلي لاند او يبطح الطيارة، وقدر الله قد حصل ما حصل. الطاغم يتكون من 6 روس وواحد سوداني، كل الطاغم استشهد وعددهم 7. كل المعلومات المتوفرة لحد هسه. اطلع هنا. اسمع النقال الثاني يا فيصل. النقال.